مرحباً everyone, this is Chef with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant ثلاث أنواع من الحليب النباتي شوفان واحد كوب ممتلئ 100 جرام ماء خمسة كوب ماء عادية من الصنبور نطحن جيد لمدة خمس دقائق تقريباً هيك اصبح جاهز بنصفيه باي اداه متوفره عنا اذا في موجود قطعه قطعه قماش نظيفه بكون افضل بنصفيه جيد وهذا ممكن احنا نستخدمه نهرس مع موزه نستخدمه فطور للصباح هيك اصبح جاهز جوز الهند حليب جوز الهند الماء الساخن كميه غير محدوده يعني تقريبا 3 كوب حسب انتو كيف بدكو تركيزه ماء ساخن تقريبا ثلاثة كوب وواحد كوب جوز الهند حسب انتو كيف بدكو التركيز هيك اصبح جاهز بنصفيه واذا بدنا نستخدمه قطعة القماش لازم تكون معقمة مغسولة جيدة ومغلية بماء بنصفي الحليب وجوز الهند جوز الهند هذا بنستخدمه للكيكات ممكن نعيد استخدامه جوز الهند ما بنرميه نستخدمه للحلويات لأي شيء مثل ما انتم شايفين ممكن نستخدمه بدل دقيق جوز الهند اللوز واحد كوب لوز غير محمص نوضع عليه ماء من الصنبور ومنتظر لليوم الثاني أقل شيء ست ساعات هيك بعد ليلة كاملة نتخلص من الماء ونضيف ثلاثة كوب ماء جديد والماء يكون من الصنبور وحسب انتو كيف بدكم تركيزه ممكن نحط ماء أكثر او اقل حسب كيف حسب انتو كيف بدكم تركيز بنصفيه جيد ولزيادة ممكن احنا نستخدمه لخبز لاي شيء نستخدمه بقايا اللوز هيك اصبح جاهز الصلاحية ثلاثة ايام بالتلاجة كتير هو روعة ومميز ممكن نعمل فيه نعمل كابتشينو نعمل كاكاو هذا اختيار حسب ذوقكم احنا نستخدمه بديل الحليب العادي سواء الجز الهند او اللوز او الشوفان نفس الشيء نستخدمه حسب ذوقكم وانتم اختاروا المناسب لكم في امان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة